مشاهدينا لسه مع بعض في صباح الكل، وطبعا دلوقتي جه معاد فقرتنا الصحه. الحقيقه بقعد افكر الايام اللي انا ما كنتش باجي فيها، اكيد كنت برهق رانيا جدا بانها تقوم بالبرنامج بالكامل. يعني مش هنقعد نرغي في الموضوع ده كتير دلوقتي. احنا زي ما كنت بقول لكم الصبح، احنا هيكون معانا الدكتور محمد احمد قرودي، وهو مدرس جراحه التجميل في مستشفى الدمرداش جامعه عين شمس. طبعا كل الستات اللي في الدنيا دلوقتي على طول عينيهم بقت واسعه جدا ودانهم اتفردت علشان يسمعوا حكايه التجميل. المفاجاه ان انا عرفت من دكتور محمد واحنا بنتكلم بندردش بره ان الرجاله هم كمان بيعملوا عمليات تجميل. النهارده احنا هنتكلم على موضوع تجميل الانف، ودكتور محمد ليه جمله بيقول ان الانف سيمفونيه الوجه، وهيقول لنا على اشهر عمليات التجميل الانف وايه انواعها وبتتعمل ازاي وايه الظروف المحيطه بيها. لسه في حاجات كتير هنتكلم فيها مع دكتور محمد الروبي، لكن بعد الفاصل. دكتور محمد الروبي صباح الخير واهلا بيك معانا. صباح الخير، ازيك؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. دكتور محمد، موضوع التجميل ده موضوع بيشغل الناس كتير جدا، وكل واحد شايف فيه في وشه حب شباب عاوز يعمل عمليه تجميل دلوقتي. السؤال هو انا عايز اعرف منك المفهوم الحقيقي لمساله التجميل. والله هو التجميل يعني هو ان التجميل الروح. يعني الواحد لو عنده الاشباع النفسي من جوه كويس، اكيد المظهر الخارجي بتاعه هيبقى كويس. فلو كل ست بقت عندها الثقه بنفسها ان هي من جواها جميله، يبقى اكيد مظهرها اللي بره هيبقى جميل ان شاء الله. عظيم جدا. طب التجميل في الانف، انا عايز اعرف مين اللي يحدده، انت بقى ولا غيره اللي يحدده؟ مين، المريض ولا الدكتور؟ هو التجميل بشكل عام ما ينفعش الدكتور لوحده هو اللي يحدد ولا المريض لوحده اللي يحدد. دي زي ما تقول سيمفونيه، انت بتقول سيمفونيه ما ينفعش الواحد يعزف لوحده، لازم كله يعزف مع بعض، منظومة كده، منظومة مع بعضها. المريض بيبقى عنده شكوى، بيجي انا ممكن ابقى شايف حاجة بس ما اقولوش عليها، تمام، استنى لحد ما اسمع منه الاول ايه الشكوى اللي هو جاي لي بيها من الاول، وبعديها ببتدي اوجه نظره ان في عندك مشكلة تانية، وابتدي اوجهه هل دي اكتر ولا دي اكتر اللي هو بيعاني منها، ايه اكتر يعني. فهي يعني زي ديسكشن او راي مع بعضنا نوصل لنتيجه. نتيجه. طب انا هسالك سؤال، الحقيقه دايما كده كان يقعد يدور في بالي ويدور في بال ناس كتير خصوصا اليومين دول، عمليات التجميل دي حلال ولا حرام؟ يعني في حد لا، في كلام كتير قوي. في كلام كتير قوي على الموضوع دون، وابحاث اتعملت منها استاذ الدكتور محمد ادري استاذ جراحه التجميل في القصر العيني، لسه كان في المؤتمر التجميل اللي فات مقدم لنا بحث علمي عن الموضوع دون. جراحة التجميل حلال وحرام، هتقولي ازاي؟ هقول لك زي عود الكبريت، ممكن نعمل بيه اكله، ممكن نحرق بيه نفسنا، زي السكينه نفس الكلام. جراحة التجميل لو حاجه غير الخلقه الطبيعيه، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بمقاييس جمال معينه، العين ليها حجم مناسب، الانف، الودن، انسوان. لو في تغيير عن خلقه ربنا سبحانه وتعالى او غير الطبيعي، يبقى دون محتاج لجراحه التجميل. بمعنى ايه؟ لو ولد مثلا او بنت اتولدت وعندها شفه ارنبيه، هل ده طبيعي؟ لا، الطبيعي ان الشفه السليمه مش ما فيهاش شق، يبقى الشفه الارنبيه دي حاجه غير طبيعيه، كان عليه يبقى محتاجه تجميل. تمام. لو واحد مولود طبيعي جدا وشكله طبيعي جدا ومفيش اي مشاكل، وهو ماشي لا قدر الله حصل له حادث فتعوجت انفه، حلال ان احنا نرجعها للخلقه الطبيعيه ولا يعني حرام؟ لو قلنا علاجات التجميل ده حلال. حلال بالظبط كده، حلو جدا. العوده الى الخلقه الطبيعيه. تمام. هتقولي بقى في ناس بيجي يقول لي انا مش عاجبني شكل مناخير، واحده صحت من واحده صحت من النوم شبه نانسي عجرم. ان شاء الله. فهذا هتيجي هنبص على 100 نفر او 100 بني ادم ونشوف المقاييس الجمال بتاعتهم ايه، بتاعت الانف. كل جسم، كل جزء في الجسم ليه مقاييس بتاعته. تمام. لو خدنا الانف مثلا وشفنا المقاييس بتاعتها، وهنشوف الشكوى المريض اللي جاي يشتكي دون، هل هو يندرج ضد مع الحالات اللي هي الطبيعيه؟ هنلاقي مثلا ال 100 نفر اللي احنا شفناهم دول، هنلاقي في حوالي 90% مقاييسهم ثابته. حجم الانف بالنسبه للعين، بالنسبه للفم، بالنسبه لل يعني تناسب الاحجام والشكل مع بعضها، متناسق في 90% من البشر. في 10% هتلاقيهم بره التناسق دون، الحجم الانف كبير، واقع لتحت، عريض، انسون. ال 10% دول حلال ليهم جراحه التجميل، انما ال 90% هنقول لهم لا حرام.
قلوب حرام. طيب تعالى بقى نتكلم في موضوع، وعلى فكره مش انا ولا اي حد يقدر يقول الموضوع دون يعني ايه، الله اعلم بيه. تمام. طيب احنا نتكلم في موضوع جوه جراحه التجميل، بس انا عايز اعرف يعني كنا من الاول زمان يمكن من اكتر من 10 سنين موضوع التجميل ده ما نسمعش عنه غير عند الفنانين بتوع هوليوود، وبعد كده بقى عند الفنانين العرب، وبعد كده بقى المواطن العادي الغلبان ده بياخد بعضه ويقرر انه يعمل عمليه تجميل. ليه؟ ايه اللي لفت نظرهم للموضوع ده؟ في كذا سبب. اول سبب ان عمليه التجميل كانت يعني احنا خدنا الخبره بتاعتنا منين؟ من الاجانب. تمام. مش ما يعني الخبره ما اتولدتش عندنا، احنا جبناها من الاجانب، فهم سبقونا في الخبره، فهم كانوا بينفذوا العمليات دي عندهم قبلنا. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه الفنانين العرب كانوا بيروحوا لبره يعملوا عمليات ويجوا يدعوا ان هي ايه غاليه جدا، يقول لك انا عملت شد وش ب 30,000 و 40,000 كلام من ده. الواقع الحقيقي ان الاسعار مش كده خالص، التكاليف اقل من كده بكتير قوي قوي قوي. فما الحكايه بقى الاعلانات اللي نزلت وجراحات التجميل والكلام من ده، ابتدى الناس يبقى عندهم وعي ان الاسعار الحاجات دي في متناول الجميع يعني. فابتدت تنتشر بقى جراحات التجميل بين الناس العاديين. طب بص، موضوع الاعلان ده هنتكلم فيه بعد شويه علشان عايز استفسر على شويه حاجات من حضرتك. لكن تعالى يعني مش قادر ابعد عنها بص. الموضوع ده بزنس، هو يعني كل يوم الاقي جرايد كذا وكذا وكذا بدون استثناء. احنا في الجامعه عندنا استاذ دكتور مصطفى حميده مسميها دكاكين التجميل. يعني ما ينفعش تكون مستشفيات وفي دكاكين بتقفل وتتفتح تاني يبقى ثاني تاني بسامي تانية بالظبط كده، مستشفى قفلت في الحته الفلانيه وفتحت في حته ثانيه باسم تاني وصاحبها واحد واعلانات وكلام من ده. دي يعني المفروض لما الواحد يفتح الجرنان كده من الجرايد الضعيفه يعني ويلاقي اعلان مكتوب فيه مركز تجميل، كلمة مركز دي تعني مركز تصفيف شعر مش مستشفى جراحة تجميل. تمام. يعني بينفي عنها الصفة الطبية. الطبية. ده بيعملوا فيها حاجة يعني اللي هو يزوقوا العروسة قبل ما تتجوز يعني. لكن مش اللي هو هيعملوا عملية تجميل يعني، ما فيهاش دكتور. ولو فيها دكتور بيبقى دكتور غير مؤهل. يعني هتلاقيه مثلا طبيب عام او طبيب ما معوش دكتور جراحة تجميل، استرزاق بقى بيزنس الله اعلم بقى ويروح. اللي هو عامل ارزقي. الله الله. طيب نرجع بقى لموضوع المناخير. الحقيقه الانف، ليه بتقولوا ان الانف سيمفونيه الوجه؟ الله الله. طيب نرجع بقى لموضوع المناخير. الحقيقه الانف، ليه بتقولوا ان الانف سيمفونيه الوجه؟ الانف دي اي بني ادم بيبص لوش البني ادم التاني اول حاجه بيبص لها بيبص بالانف، وبعد كده بيبتدي يدقق في مش عينيه مثلا. مش عينيه ليه؟ الانف بارز عن الوش. تمام. سبحان الله، لو احنا قسمنا الوش بالطول بخمس خطوط هنلاقي الخط الاولاني معدي من بره الودن. لو الواحد خد صوره فوتو كده من قدام وحطها على السكانر ولا حاجه وقسم الخطوط هتلاقي في خط اولاني عند بره الودن، الخط الثاني عند زاويه العين الداخليه الخارجيه، الخط الثالث عند زاويه العين الخارجيه الداخليه سوري، والخط الداخليه ثاني الخارجيه وبعدين الاذن كده. الاذن لو قسنا المسافات دي هتلاقيها اخماس متساويه. يعني الوش لو اتقسم هيتقسم اخماس متساويه. تمام. هنلاقي العين عرضها بيساوي سبحان الله بالظبط عرض الانف، بيساوي بالظبط عرض الفم من الزاويه الداخليه مش الزاويه الخارجيه. بيساوي بالظبط نص الاذن اللي هو ارتفاع الاذن. تمام. لو احنا قسمنا الوش بالعرض بالعرض كده اهون هنلاقي التلت اللي هو من اول الجبهه لحد مبدا الانف، ومن مبدا الانف لحد الزاويه اللي بين الانف والفم والشفه العليا وبين الشفه العليا والدقن، دي ثلاث تلات يعني تلت تلت تلت. وسبحان الله الثلاث تلات دول قد بعض بالظبط برضه. سبحان الله. فاحنا لو قسمنا هتلاقي في النص النقطة المركز بالظبط هي الانف. الانف. الانف الانف كمان. فهي دي بتبقى البروجيكت يعني بشوف بروح شايف اول حتة عينك هتبص عليها هتكون الانف. تمام. وبناء عليه هي دي اللي هي دي الوش اللي هي بيحصل فيها يعني سمبسي او تعاطف مع اللي قدامك بسببها.
طيب وبالقياسات اللي قلت لي عليها دي اللي هو التقسيم الى خمسة او الى ثلاثة اقدر اعرف انا انفي مشوه ولا مش مشوه؟ يعني اي بني ادم ممكن يصور نفسه ويحط صوته من الامام كده هو ويقسم الخطوط دي، لو لقاها بره الخطوط دي يبقى في عدم تناسق، وفي الحالة دي هو تبع العشرة في المية اللي احنا قلنا عليهم محتاجين لجراحات التجميل. طيب قولي بقى العشرة في المية دول انواعهم ايه؟ يعني امتى انا اقدر اقول ان انفي مشوه بعد ما شفت الصورة؟ احنا هنبص على الانف، الانف دي مش جزء واحد، دي في تلت اولاني، يعني الجزء بقى الانف نفسه في تلت في اللي فوق ده مكون من العض، وفي التلت النص في الوسط ده مكون من غضروفين على الجنبين، وفي التلت التحت اللي هو مكون من غضاريف الانف. تمام. وفي الحاجب الحاجز الانفي. عظيم. دول الاجزاء بتاعه الانف. ممكن العرض الانف يبقى من ناحيه العظم فوق، يبقى ده في التلت الفوقاني. ممكن يبقى العرض في التلت النص اللي في النص اللي هو الغضروفين التانيين. ممكن العرض في الارنبه نفسها، فيبقى ده في الغضاريف اللي تحت، يبقى كده ده بالنسبه للعرض. ممكن الوضعيه بتاعه الارنبه نفسها مش متناسقه، يعني في زاويه بين الارنبه والحته اللي بين الشفه والارنبه الانف والشفه العليا. الزاويه دي المرسومه دي بتبقى حوالي 110 درجه عند الستات، وبتبقى حوالي 90 درجه عند الرجال. ممكن نلاقيها اكيوت، يعني نازله لتحت. نازله. فدي تبقى الارنبه ساقطه لتحت. في الحاله دي بيبقى محتاجين ان احنا ننصح غير الطبيعي، يعني دي في اللي هي ال 10% الغير متناسقين. في حاجات بقى زي الحوادث والحاجات دي بتبقى في اعوجاج في الانف، يعني الانف مش مستقيم. الناس بتلعب ملاكمه. في الملاكمه الله يعمل حد. ان شاء الله ربنا يسترها علينا. تمام. وفي بقى في حاجه ثانيه خالص بقى، الانف اللي هو وظيفته مش مظبوطه، بمعنى ايه؟ تجاويف الانف نفسها ما تبقاش منتظمه، يعني الحاجز الانفي يبقى معوج ناحيه وواسع من ناحيه ثانيه، فبالتالي العيان بيجي يشتكي لنا مش بقى ان شكل الانف وحش، لا، انه بيتنفس او بيشم من تجويف احسن من التجويف التاني، او عامل دوشه وهو نايم بالليل، او بيشخر بالليل. في الحاله دي بنحتاج ان احنا نستعدل الحاجز الانفي. عشان نوصل للحاجز الانفي لازم هنفتح الغضاريف، وبالتالي الغضاريف دي عشان نرجعها لاصلها هنعمل تجميل انف. هنعمل تجميل للانف عشان نرجعها لوضعيتها الاصليه، يعني هنستعدل الحاجز ونرجع الغضاريف مكانها. فالترجيع مكانها دي اسمها تجميل انف. طب دكتور، يعني دايما انا اشوف فتيات الجميلات بتوع الفنانات يعني والحاجات دي، دايما تلاقي كانت مناخيرها كبيره جدا وبعدين صغرتها. عمرك جالك حاله انه حد كبر حجم مناخيره؟ طبعا في حالات بتبقى محتاجه ان هي تكبر، يعني احنا قلنا ان الانف في زاويه تحت، في زاويه فوق برضه اللي هي بين الجبهه والانف من تحت، الزاويه دي لو هي فصل تحت اللي هي الانف المفتوص دي بتحتاج ان هي تكبر. في الحالة التكبير دي بنحتاج ان احنا نحط لها حاجة، يا اما حاجة خارجية من السيليكون او كلام من ده سينثيتك يعني، او ان احنا بنحتاج ان احنا ناخد جزء من غضاريف جسمها ونحطه كتكبير للمنطقة دي. من افضل بقى انا استخدم في الانف وفي الاذن دايما الحاجات من جسم العيان نفسه افضل من الحاجات الخارجية، يعني الحاجات الخارجية الجسم بيرفضها بسهولة لان الجلد هنا ضيق قوي. فاي حاجة في الودن كذلك عشان ما تسببش مقاومه للجسم، الجسم بيرفضه. الجسم بيرفض، بيعمل عليه تليف وبيرفضه بقى الجسم، بيعمل التهابات وحاجات مش كويسه، عشان الجلد في المناطق دي بتبقى رقيق خفيف، فبيبقى سهل قوي ان يطرد الجسم الغريب اللي بره. تمام. غير مثلا التكبير الثدي او الكلام من ده، الجلد اللي فوقيه بيبقى سميك، فبالتالي اللفظ او رفض الجسم الغريب بيبقى قليل، يعني الجسم في ساعتها بيعمل حواليه تكيس وبيفضل موجود. طب هل ممكن مريض ينفع يتعمله او شخص ينفع يتعمله عمليه تجميل في الانف وشخص تاني ما ينفعش برغم انه محتاج نعدل الشكل ده؟ لا، هو اي عيان محتاج انه يتعمل له بيتعمل له. يعني في اي سبب طبي يحول دون عمليه التجميل؟ خالص. السبب هيكون ايه؟ ما الاسباب الطبيه مثلا سكر، ضغط، الحاجات دي كلها، ده التخدير هيظبطها. تمام. ما فيهاش مشاكل، وممكن تعمل بنج موضعي. يعني مش لازم جراحة التجميل الأنف تتم بين كلي، هو بين كلي بيبقى أريح للعيان وأريح ليا. أريح ليك إيه طيب؟ أريح ليا إن أنا لأن في تكسير عظم بيبقى موجود في عظم الأنف عشان يستعدل مكانه. فالعيان يعني تخيل أنت نايم في أوضة العمليات وحد بيكسر في عظم مناخيرك، حاجة مؤلمة. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. بس ما بص ما يعني ما الواحد بقى لما ليه هدف هيقدر يستحمل.
انت بتقول لا حول ولا قوه الا بالله، لكن لا قدر الله لو انت عندك المشكله دي طبعا لو انا متعرض لحاجه وبحتاج فعلا انا مضطر ان انت تعملها. طب مقدر ربنا، فانا لازم يعني واحنا الحمد لله رب العالمين بنرجع للخلقه الطبيعيه، احنا ما بنعملش حاجه غريبه يعني، مش الخلقه الطبيعيه سليمه خلاص هنسيبها سليمه، مش هقوله لا مش هنعمل عمليه. ممكن العمليه دي تتعمل في سياق عمليه ثانيه، يعني هنفترض مثلا انه في مريض ما دخل الى اي مستشفى محترم وبيعمل عمليه معينه، وهو دخل يعمل عمليه سال اذا كان ممكن يستعدل جزء ممكن من الانف او يجمل ممكن يعني العمليه ما تبقاش لوحدها، ما يبقاش لوحد تجميل الانف لوحدها. يعني مثلا عيان مثلا داخل يعمل مثلا شد بطن او كده ويقول لي اعمل لي معايا مناخير برضه. ممكن مثلا يبقى زي ما قلنا استعدال الحاجز الانفي، ما احنا واحنا بنستعدله بنعمل عمليه تجميل الانف في نفس الوقت. ممكن في عيانين بيعملوا مثلا شد شفط سوري حقن دهون ويعمل الانف في نفس الوقت. طب هل موضوع التجميل بتاع الانف ده ممكن يكون له اي سايد افكت، اي عرض جانبي؟ يعني انت عارف هقول لك بصراحه، مثلا احنا عارفين ان الفنانه سعاد نصر كانت داخله المستشفى علشان تعمل عمليه تجميليه معينه، والعمليه التجميليه دي لظرف او لاخر احنا مالناش دعوه يعني مش جهه تحقيق يعني، كما هي في نقابه في قضاء، الا انه ادت الى في النهايه الى وفاتها. تمام. بالنسبه لاي عمليه في الدنيا ليها الريسك بتاعها، الخطوره. تمام. الريسك ده بيعتمد يعني بيبدا من اول كدمات لحد ما يوصل للوفاة. ده اي عملية، الزايدة، المرارة، الغدة، شد البطن، شفط الدهون، تجميل الانف، اي عملية ده بينج. بس احنا كبني ادمين بنحسبها ازاي؟ بقول انا لو داخل اعمل عملية في القلب او في الكبد او في الكلى او الجهاز الهضمي او المخ او ايا كان، حاجة مهمة في النهاية انا بعمل جراحة علشان بتعالج، فقابل انه انا اخرج منها بالسلامة، وقابل ان انا اقابل فيها الرفيق الاعلى في النهاية. تمام. كله بايد ربنا. لكن انا داخل عشان اشفط دهون او واحدة تتخن شفايفها، بقول لك وتصغر مناخيرها، عشان المشكلة دي مش عندك. مريض جراحة التجميل ده مريض فعلا ويعاني ومحتاج، يعني هو بالظبط بالنسبه لنا يحتمل اللي هو جاي بقى عنده زايده. يعني بالنسبه لي انا جراح العامه مثلا بيستقبل العيان عنده زايده فلازم يعمل له عمليه والا هيموت. طب جراح التجميل دون لازم يعمل له عمليه تجميل انف والا العيان هيعمل مشاكل في نفسه. في ناس بتكره تبص في وشها في النهايه، بتصل الى مراحل اكتئاب وناس تنتحر وحاجات كده. يبقى ده مهم ان هو يتعالج. طيب ويستحمل الريسك. طيب قول لي ايه هي السايد افكتس بتاعت عمليه، مش سايد افكتس لكن ايه هو اللي بعد ما انا هعمل عمليه تجميل في انفي ايه اللي انا هشوفه في المرايه وانا لسه خارج من اوضه العمليات بعد ما فقت من الدايم؟ هتشوف الدعامه الانفيه الموجوده. لا وهتشوف بقى الحكايه من اولها بقى. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي بيحصل بالظبط ان احنا في نوعين من عمليات جراحه التجميل الانف. اول نوع اللي هو بنفتح من الجلد اللي بين الارنبه والشفه، وبنعمل رفع للجلد كله، بنفصله عن الغضاريف. بعد كده بيبتدي تم تشكيل الغضاريف بالشكل المناسب او المتناسق الطبيعي اللي هو المقاييس الطبيعيه هتنتج عنه. تمام. تمام. ولو هيحصل استعدال الغضروف بيستعدل في النقطه دي، الغضروف اللي هو الحاجز الانفي. تمام. الحاجز الانفي لو معوج بيتم استعداله في الفتره دي. عظيم. تمام. وبعد ما ينتهي من الكلام ده كله بنبتدي في عمل استعدال العظم، ان احنا بنفصل العظم. تكسير. لا مش تكسير، يعني مش جايبين اجنه يعني، مش اجنه وشهود يعني. الالات الجراحيه يعني بنفصل العظمه، عظمه الانف كلها يعني سنتي في 2 سنتي، صغيره جدا يعني. تمام. بس مديها شكل. وهي اللي شايله الهيكل بتاع الغضاريف، فبيستعدل يعني لو هي منفرجه عن بعضها العظمتين بنستعدلهم، ان هم نفصلهم عن العظم الوجه ونستعدلهم بحيث يبقوا اكيوت انجل مع بعض. تمام. وبعد كده بنبتدي بنقفل الغرز اللي هي من تحت دي، وبيحط حشو انف وبنحط دعامه الانف. تمام. مطرح الكسر بتاع الانف العظم يحصل ساعات كدمات او تجمعات دمويه تحت العين. دي بتقعد اسبوعين وبتروح. فدي اول مشكله ممكن زي كان واحد مخبوط في كدمه. زي اللي ضربته حط بوكس في وشه. واحد مناخيره يعني واحد لو لا قدر عمل حادثه ومناخيره اتكسرت هيحصل له الكدمات دي. هي بالظبط. عظيم. تمام. وبعد كده بيحصل ان الحشو بقى والغاز والحاجات دي بتشيلها في خلال اسبوع، والدعامه بتشيل بعد اسبوع برضه ان شاء الله. يعني احنا تقريبا بنتكلم في اسبوعين ثلاث اسابيع ابقى ان شاء هو الله. هو اسبوع بنشيل الكلام ده كله. تمام. بس الانسجه عشان ترجع لحجمها الطبيعي او الحجم النتيجه الريزلت النهائيه اللي هتفضل عليها بقى دي من اول 6 اشهر لسنه. عشان كده لما يجي عيان محتاج تجميل انف تاني بنقول له استنى سنه.
هتقول لي تجميل انف تاني ليه؟ تجميل انف تاني لان الانسجه دي احنا بنفصل كل حاجه عن بعضها وتبتدي تلتحم مع بعض تاني. في بعض الاحيان العيان ما بيعملش في طبعا مساج بيتعمل في الدعامه المفروض تتساب فتره الاسبوع بالظبط، في بعد الدعامه بيتحط بلاستر معين عشان يشكل شكل الانف. الخطوات دي لو ما تمتش بالمظبوط الانسجه بتلم بطريقه غير منضبطه فبيحصل زي اوجاج في الانف، ممكن يحصل تجمعات دمويه تبقى تتحول لغضاريف بعد كده فتدي حاجز انف معوج من جوه فتحتاج يعني العيان يشتكي بعد كده ان في عنده انسداد في الانف، ففي الحاله دي يبقى محتاج انه يعمل عمليه تاني. كل الحاجات دي ما بنعملهاش ساعتها على طول، لازم نستنى عليها 6 أشهر او سنه والافضل سنه فيما فوق. دكتور محمد، علاجات التجميل عندنا في مصر تقريبا بقى لها قد ايه؟ والله من ايام الاستاذ الدكتور نادي سويلم الله يرحمه هو اللي اسس جراحه التجميل في مصر، ويعني ربنا يعني تقريبا يعني سنه 10 سنين 20 لا 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 كلام بادي من الاربعينات الخمسينات حاجه كده يعني. عظيم. طيب وليه ما كانتش منتشره لفترات طويله؟ يعني زي ما قلت لي كانت الناس بتسافر بره ويرجعوا يقولوا احنا عملنا وسوينا. ما هي الخبره احنا بقول لك استلقناها دي لما ابتدينا بقى فينا اساتذه من عندنا يسافروا يتعلموا ويجوا مصر بقى يطبقوا الكلام ده عندنا. بدات تنتشر بشكل فعلي في مصر من امتى تقريبا؟ هو والله زي ما بيقولوا هوجه كده حصلت. ايوه الهوجه. الهوجه دي حصلت من ساعه الاعلانات، يعني هم المراكز ضرونا او دواء العيانين بس في نفس الوقت عملوا دعايه ما يعني ما شاء الله للتجميل. هو ده بقى عرفوا الناس للتجميل. يعني انا كنت عشان كده بسال ليه عندنا دايما جراحات التجميل او علاجات التجميل عليها 10,000 علامه استفهام و15 مليون علامه تعجب، ولما يبقى في اي حد في الدنيا هيروح يعمل عمليه تجميل فكر راجع نفسك خلي بالك ده بيقولوا بيحصل يعني وفي شائعات كتير، ليه كل الشائعات والكلام الكتير ده اللي على علاجات التجميل؟ عشان المجال بقى مفتوح، بقى اي حد ممكن يشتغل بتوع جراحه عامه يقول لك انا بعمل جراحه تجميل، بتوع الانف واذن يقول لك انا بعمل تجميل الانف، مع ان التجميل يعني تجميل الانف ملوش علاقه بوظيفه الانف. يعني وظيفه الانف ملوش علاقه بطبيب الانف والاذن. طبيب الانف والاذن والحنجره ده بيعالج وظيفه الانف ملوش دعوه بالشكل الهيكل الانف او الشكل بتاعها الهرمي بتاعها، هو ملوش دعوه بالكلام ده وما يعرفش الاساسيات بتاعته ايه. طب اسمعي لي برضه دكتور يبقى صدرك واسع كده وانا بتكلم، هو انه انا لما ببقى راجل ماشي في الشارع بشوف يافطه عياده مكتوب عليها لا غير القبل وبعد دي مهزله طبعا اللي بقى اشوف العياده مثلا مكتوب عليها استشاري مثلا الانف والاذن والحنجره، حد تاني الاستاذ في جراحات القلب وكذا وكذا وكذا، فالتصنيف ده انتوا بتاخدوه بناء على الدراسات اللي بتقدموها وبتعتمد هذه الدراسات والابحاث وبناء عليه بتتصنفوا هذه التصنيفات كاطباء من خلال الدراسات ومن خلال النقابه مش كده؟ تمام تمام. لا النقابه ما لهاش دعوه، هي الجامعه طيب. هي اللي يبقى الجامعه هي اللي بتقرر. طب ازاي واحد راجل يبقى مثلا طبيب ممارس عام او جراحه عامه او الى اخره ويبتدي يعمل جراحات انف، امال فين الاكريديشن يعني فين الكريديبيليتي بتاعته جايه منين؟ يعني مين اللي سمح له يعلق اليافطه دي؟ مين اللي سمح له يخش المستشفى ويعمل العمليه دي وناس تموت؟ انت بتفكرني بحاجه، انا مره كنت ماشي في عثمانيا القمح اللي هي قرب الزقازيقي لقيت دكتور معلق يافطه يقول لك كبير اطباء الامتياز بجامعه الزقازيق. كبير اطباء الامتياز دول اللي هم عندنا اللي هو سنه 7 طب يعني بالظبط كده معلق يافطه والناس بتوع غالبا كان بيسقط كبير ومفيش المتابعه بتاعت العلاج الحر مش للاسف الشديد مش تمام للاسف الشديد الحمد لله. انا نبلغ دكتور حمدي السيد بقى يعمل حمله بعد ما الاول نعدل كادر الاطباء وبعدين نبقى نشوف موضوع الحمله. انا بشكرك جدا دكتور محمد الرودي مدرس جراحه التجميل بكليه الطب جامعه عين شمس، بشكرك جدا على وجودك معانا ان شاء الله بقى تبقى موجود معانا اكتر من كده بامر الله ان شاء الله. نفسي افهم انا سر الشفايف اللي الستات قاعده عماله تحط جواها حاجات دي كل زي ما بيقولوا ولا ايه؟ على اي حال هنتقابل ان شاء الله في حلقات ثانيه. بشكرك جدا بشكركم جدا مشاهدينا على المتابعة، خليكم معانا بعد الفاصل لسه في معانا بقى ايتم الموجي ولو صدقوا خليكم معانا.